السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بإذن الله تعالى في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، لو أول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. أول أو بمعنى صح الجولة الثانية لمانشستر سيتي هيلعب أمام نادي بورنموث. المباراة بين مانشستر سيتي وبورنموث بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 4 عصرا أو مساء يوم السبت الموافق 13/8/2022، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة ناقلة المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لبريميوم، ومعلق المباراة المتألق خليل البلوشي. ملعب المباراة ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي، والجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، توقع نتيجة المباراة في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.